تعالوا نتكلم اليوم عن الساعات الذكية من عجيب غريب ساعات جي تاب. تتوفر الساعة بلونين، اللون الوردي واللون الأزرق. تصميمها زي ما انتم شايفين جدا جميل وحلو ومناسب للأطفال، وكمان خامتها ما تجرح الطفل، يعني خامتها جدا ناعمة ومريحة للطفل. وكمان تحتوي الساعة على مدخل للشريحة ومقفل بإحكام بالمسمار، بحيث أنكم أنتوا إذا حطيتوا الشريحة ما تخافوا أن الطفل يلعب يروح يجي ما يطيح. وكمان يجيكم مع الساعة مفك صغير يمديكم تقفلوا وتفتحوا المدخل وأنتوا مطمنين أن الطفل يروح يلعب يجري أي شيء، ما تطيح الشريحة من الساعة. نشغل الساعة كذا مع بعض ونشوف محتويات الساعة. بعض المحتويات تحتوي على سجل للمكالمات، تضغط الرقم والطفل يقدر يتصل، وكمان جهات الاتصال يعني الطفل اللي حفظ أرقام وكذا عنده، وكاميرا للتصوير. طريقة شحن الساعة جدا سهلة، يجيكم مع الساعة هذا الشاحن، نشبكه ونشوف كيف طريقة الشحن. طبعا بالساعة تجيكم هذه الدوائر المعدنية، نشبك المسامير اللي مع الشاحن على هذا وخلاص، وبكذا خلاص الساعة تشحن. يجيكم مع الساعة بطاقة ضمان وكتالوج. الكتالوج طبعا بلغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية كمان، وفيها كل التعليمات. ويجيكم مفك عشان مدخل الشريحة وكمان شاحن للساعة. وللطلب زوروا موقعنا على الانترنت عجيب غريب.com.